ألم طلاب الصف الثاني الإعدادي مرة أخرى نعود ونستكمل دروس التربية الإسلامية بعد أن تحدثنا عن غزوة مؤتة. نتحدث اليوم عن الثلاث شهداء الذين استشهدوا في غزوة مؤتة: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. الأول هو زيد بن حارثة، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الرسول. اختطفته بعض القبائل وهو صغير من أبيه، ثم بعوض السيدة خديجة فعاش معه إلى أن تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم فوهبته إياه، ثم أعطاه الرسول ومنحه كثيرا من الحب والرعاية. وعندما علم حارثة أن ابنه مع رسول الله، أبو زيد عندما علم أن زيد عند الرسول ذهب هو وعم زيد لمقابلات الرسول، فما كان من الرسول إلا أن قال له: اسألوا زيد، اسألا زيد، إن فضلكما فخذوه، وإن فضلني فما أنا بتاركه. فما كان من زيد إلا أن فضل الصفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما وجده من حسن المعاملة وعظمة وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول أن يكافئ ويكرم زيد، فأعلن للناس أن زيد ابنه، وقال: زيد ابن محمد، زيد مني، يرثني ورثه. وصار الناس ينادون زيد بعد أن أعلن الرسول ذلك بزيد ابن محمد، حتى حرم الله تعالى التبني. في الإسلام يحرم أن نأخذ طفل يتيم وندعوه لإثمنا، إنما يجوز أن أتولى شأنه، أنفق عليه دون أن أنسبه إليه. قال الله تعالى: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. تمام؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث زيدا في جيش إلا جعله أميرا على هذا الجيش. وفي غزوة مؤتة اختار الرسول زيد أول الأمراء الثلاثة على الجيش قبل جعفر وعبد الله بن رواحة. وتقدم زيد حامل الراية مستحما رماح العدو ونباله وسلوكه يقاتل، وليس أمامه إلا النصر أو الشهادة في سبيل الله، وأخذ يقاتل ويزيح رؤوس المقاتلين من الروم حتى استشهد في المعركة. فتولى الراية من جعفر بن أبي طالب، لقب بدون جناحين أو الشهيد الطيار. تمام؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبروا النبي كأنه كان جعفر صغير. عم رسول الله كان قريب من عمر الرسول، وكان جعفر صغير في السن فتولاه الرسول بالعياده، وكان كثير العرب من القاب جعفر بن ابي طالب لقب بأبي المساكين، لأنه كان كثير العرب على المساكين. أسلم مبكرا وهو زوجته هاجروا إلى الحبشة. احنا عندنا هجرتين، الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى المدينة وهي الهجرة الكبرى. والله عاش كان في النجاشي ملك الحبشة، ثم عاد إلى المدينة. تمام؟ وكان يرسل عبادة الأصنام، وكان من الناس الذين تمسكوا بدينهم. طيب، ثم تولى القيادة بعد موت استشهد زيد بن حارثة، تولى جعفر بن أبي طالب الراية، فضرب في يده اليمنى فقطعت يده اليمنى، ثم ضرب في يده اليسرى فقطعت يده اليسرى، فمسك الراية بعضديه، فلقب بذلك بالشهيد الطيار. تمام؟ طيب، حتى من ضمن الأبيات المشهورة: يا حبذا الجنة واقترابها، هي طيبة وباردة شرابها، والنور بدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا قيسها صاربها. تمام؟ ثم جاء بعد ذلك دور عبد الله بن رواحة الشهيد الثاني. عبد الله بن رواحة عندما وجد
الاثنين في المعركة الشداء زيد وجعفر تولى القيادة، لكن نأخذ بعض المعلومات عن عبد الله بن رواحة. كان عبد الله بن رواحة كاتبا وشاعرا، وهو من الذين جاءوا لبيعة العقبة الأولى وكانوا 11 رجلا. يبقى كده عبد الله بن رواحة هو من الأنصار من أهل المدينة، تمام؟ وجاء في العام الثاني مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية، شارك في غزوة بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، وكان شعره يا نفسي إن لم تقتلي تموت. أما عن دور في غزوة مؤتة فقد كان ثالث الأمراء الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحرك الجيش، تمام، في مواجهة 200,000 مقاتل من الروم. عندما سقط زيد الشهيد ثم بعده جعفر بن ابي طالب، تولى عبد الله بن رواحه القياده وظل القاتل في شجاعه وفساده حتى وقع شهيدا كذا شهداء مؤتة الثلاثه، زيد بن حارثه، جعفر بن ابي طالب، عبد الله بن رواحه. وبكده يكون منهج التربيه الاسلاميه انتهى.